تواجد الآن في بضريح سيد أحمد بن عجيبة، وبمناسبة ذكرى وفاة المرحوم مولانا الحسن الثاني، يعني اجتمعنا في هذه الزاوية المباركة حيث قرأنا القرآن الكريم وذكرنا الله سبحانه وتعالى مع الطلبة ومع مريدي يعني الشرفاء العجيبيين مريدي هذه الزاوية المباركة، وخرجنا سلكات القرآن ترحما على هذا المرحوم الذي انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وعفيه، فهو السابقون نحن لاحقون إن شاء الله، كما رفعنا أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى معه بالرحمة والمغفرة والرضوان والقصور في الجنة إن شاء الله عز وجل. كذلك رفعنا الدعاء مع أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بالنصر والتمكين وبولي العهد وبسائر الأسرة الملكية الشريفة وبجميع المسلمين إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل هذا العمل في سجل حسنات مولانا محمد السادس، ورحمة ومغفرة على مولانا الحسن الثاني رحمه الله تبارك وتعالى. بالمفازة تنال غاية الأمال، تشفع إلى المولى في جاه محمد، فما مثله والله في الخلق شفيع. الله 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 يا مولانا، الله الله ارحم اللهم يا ربي اغفر له وارحمه، امين، وعافيه واعف عنه، امين، واكرم نزله، امين، ووسع مدخله، امين، واغسله بالماء والثلج والبرد، امين، نقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب والأرض من الدنس، امين، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، امين، واهلا خيرا من اهله، امين، اللهم يا ربي انزل عليه شآبيب الرحمة والرضوان، امين، اللهم يا ربي انزل عليه شآبيب الرحمة والرضوان، امين، اللهم يا ربي انسه في قبره بملائكة الرحمة، امين، يا ربي اجعل قبره روضة من الجنة، آمين، اللهم يا ربي وسع عليه في قبره مد البصر، آمين، اللهم يا ربي
اجعل روحه مع أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين. اللهم يا ربي أنزل عليه شيء رحمة أردوان. اللهم يا ربي تقبل منا تلاوة القرآن وهذا الذكر، واجعله في سجل حسناته ورفع لدرجاته في الجنة إن شاء الله. كما نسألك يا ربي أن تغفر لمولانا محمد الخامس. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم يا ربي قدس روحه في الجنة، قدس في قبره ملائكة الرحمة، اجعل قبره وروضة سمية للجنة، واجعل روحه مع أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين في الفردوس. ونسألك يا ربي ونحن في هذا المجمع المبارك وفي هذا المكان المبارك أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمل الوطني والدين جلالة محمد السادس. اللهم انصر نصر عزيز سعد زبي الدين. اللهم يا رب انصر نصر عزيز سعد زبي الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي اجعلوا عالي رايات الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب احفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحفظوا يا ربي في حله وترحاله. اللهم يا رب احفظوا في حله وترحاله.